بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أيها الإخوة المشاهدون الكرام، أهلا بكم على مائدة القرآن العظيم. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. اللهم آمين. آمين. طبعا احنا وقفنا في الحلقة السابقة عند الآية 40 من سورة الواقعة، وهو وقف تام، لان احنا خلصنا بقى ايه اللي هم اهل الجنة واصحاب اليمين. هنبدأ واصحاب الشمال. ما اصحاب الشمال؟ اقرأ يا علي اتفضل. واصحاب الشمال. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. على طول على طول. واصحاب الشمال. واصحاب الشمال. ما اصحاب الشمال؟ في سموم وحميم. طيب، اصحاب الشمال ما اصحاب مد تفضل. جائز منفصل. تمام تمام. سموم وحميم، تنوين بعد واو. تنوين بعد واو. غمبغن. غمبغن. تمام، اكمل يا علي. وظل من يحموم. طيب، لا. السموم ريح شديدة الحرارة تدخل مسامهم، وحميم يعني ماء مغلي والعياذ بالله. وظل، يلا تفضل. وظل من يحموم. وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم. يحموم ده اللي هو يا جماعة ايه؟ دخان اسود او نار والعياذ بالله. دخان مع نار والعياذ بالله. وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم، يعني لا ظل، لا يغني من اللهب كما في سورة المرسلات. لا ظليل ولا يغني من الايه؟ من اللهب. لا بارد ولا كريم. اتفضل يا عبد الرحمن. انهم كانوا قبل ذلك مترفين. انهم كانوا قبل ذلك مترفين. مت هنا التاء هنعمل لها شده يعني حبس الصوت، وبعدين همس. مترفين معايا كده ولا ايه؟ مترفين. وانا سامع حاجه. مترفين. مترفين يعني ايه؟ كانوا منعمين في الدنيا متبعين لهواهم، اي حاجه تخطر على باله يعملها، حرام حلال شغال وخلاص. تبالك؟ فهنا ايه؟ كانوا ايه قبل ذلك مترفين في الدنيا يعني. اكمل. وكانوا. وكانوا يصرون على الحنث العظيم. ايه هو الحنث العظيم يا احمد؟ الشرك. الشرك بالله. يعني كانوا مصرين على الكفر. يا جماعة آمنوا بالله العظيم، لا يؤمنون، مصممين على ايه؟ كان مصمم على الكفر لحد ما مات. تخيل مدة العذاب في جهنم قد ايه؟ لا منتهى له. الله عز وجل يأتي بالموت يذبحه بين الجنة والنار، لأن ربنا هو اللي خلق الموت والحياة. فيقال يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. الكافر ساعتها يتمنى أن يكون إيه؟ مصر. يكون تراب. يتمنى أن يكون ترابا. ويقول الكافر يا ليتني كنت إيه؟ ترابا. طيب، أكمل يا محمد أحمد اتفضل. وكانوا يقولون. وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما. ترابا. يلا غنى، اعمل غنى. ترابا ترابا وعظاما. ترابا وعظاما. ترابا و يلا. ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. طيب، اسمع الآية دي من أحمد طارق. نفس الآية. وكانوا يقولون إذا. وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما وعظاما أئنا لمبعوثون. طيب، نقرأها جميعا. يلا تفضلوا. وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. تمام.
هنا أئذة همزة وهمزة، واحدة مفتوحة واحدة مكسورة، وكمان أئنا همزة مفتوحة وهمزة مكسورة. طيب أما همزتين يجوا ورا بعض بيسموه إيه؟ همزتين متحركين اسمه إيه؟ مثلان كبير. مثلان كبير ممتاز، اسمه مثلان إيه؟ كبير. كبير. طيب خلي بالك إحنا بقول لو إذا متنا نسينا نهمس التاء، نعمل لها شدة يعني حبس الصوت وهمس جريان الإيه؟ النفس. ماشي؟ أي إذا متنا، تمام كده؟ آه. طيب أكمل يا مين اللي لما يقرأ بعد؟ أحمد طارق يلا. أو آباؤنا الأولون. أو آباؤنا الأولون، قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. جزاك الله خير يا أحمد. أو آباؤنا يا شباب، هنا مد إيه؟ مد إيه؟ ها؟ مد واجب متصل. كلنا مع بعض مد إيه؟ واجب متصل. كم حركة يمد؟ من أربع حركات. نحفظ بقى، نحفظ الايه مقدار المد يعني. طيب أو آباؤنا الأولون، قل يعني قل لهم يا رسولنا إن الأولين اللي ماتوا قبل كده، آباؤهم وأجدادهم وأجداد أجدادهم وأجداد أجداد أجدادهم اللي قبل كده، والآخرين كل دول إيه؟ لمجموعون إلى إيه؟ ميقات يوم معلوم، اللي هو يوم الإيه؟ القيامة. آه كل الناس دي هتحشر. شوف تخيل إن الناس دي هتحشر من يوم سيدنا آدم لحد يوم القيامة، كله محشور في أرض الحشر. ومش بس اللي بني آدمين، ده البهائم هتحشر، كل حاجة هتحشر، حتى الذباب هيحشر اللي احنا قاعدين نمشي فيه دوت ومغلبنا، هيحشر يوم القيامة برضه. خدت بالك معايا؟ فهنا ايه نعمل حساب لليوم ده، لان يوم يعني صعب، يوم نسال الله ان ييسره علينا يا رب العالمين. امين امين. طيب الى ميقات يوم معلوم، يوم معلوم علي يضغم بغنى كامل، يضغم بغنى كامل، تمام ملتزين يا اولاد. ثم انكم ايها الضالون المكذبون. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون. الضالون مد إيه؟ مد إيه؟ ها؟ لازم كلمة مثقل. مد إيه يا شباب؟ لازم كلمة مثقل. تمام. لآكلون من شجر من زقوم. لآكلون من شجر من زقوم. يا الله، شجر من تنوين بعده مين؟ لسه واخدين. اتفضل يا احمد، غم بغنى كامل. طيب هنا من زقوم، نون بعدها زاي. يلا يا عبد الرحمن. فاء حقيقي. فاء حقيقي. طيب يا اولاد، الشجر الزقوم ده ايه؟ اتفضل. ايه هو شجر ثمره اخضر. بص شجره الزقوم ديت والعياذ بالله هياكل منها اي اهل النار، طعمها مر جدا وريحتها كريهه جدا وتقطع الامعاء والعياذ بالله. إيه اللي هي الشجره الملعونه في القران، شجرة الملعونة في الايه؟ في القرآن. اللي جذورها في اصل جهنم، انها شجرة تخرج في اصل الجحيم في قاع جهنم. طلعوها كأنها رؤوس الشياطين. وطلعوها شكل رؤوس الشياطين. طب احنا شفنا الشياطين؟ لا. بس الشيطان شكله وحش. احنا عارفين كده ان الشيطان شكله ايه؟ شكله قبيح. فغصون الشجرة في دركات جهنم. دركات الجنة اسمها درجات، لكن النار اسمها دركات. في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله، الناس اللي بتصليش خالص ومشركة بالله عز وجل بيدخلوا المكان ده الوحش ده. لأكلون من شجر من إيه؟ من زقوم. فمالئون منها البطون، يعني هيملوا بطنهم منها. مش هياكلوا بمزاجهم، ده غصب عنهم هياكلوا، تاكل من الشجرة دي.
طيب وبعدين انا عايز اشرب، هشرب ايه؟ اهل النار بقى فشاربون عليه ايه؟ من الحميم. الحميم ده ماء مغلي في اشد درجات الغليان، يجي يجرب انه الشوم يطلع الحميم والشوم، ويجي يشربوه امعائهم تتقطع من هذا الماء الحميم والعياذ بالله. فمالئون منها الايه؟ البطون. طيب مين يقرا؟ فشاربون، يلا يا علي، فشاربون عليه من الحميم. فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم. في مرض كده بيصيب الابل الجمال، يعني اللي هو الهيم ده، الهيم يعني يشربهم وما يحسوش انهم شربوا، ما يعني الماء لا يرويهم. فعشان كده قال اللي عايزه بالله ما بيشربوا الماء المغلي، طب الماء المغلي هيخليهم يرويه؟ لا، يبقى هنا شاربون شرب الهيم. اتفضل. هذا نزلهم يوم الدين، يعني ما اعد لهم، نزل يعني ما اعد لهم في جهنم والعياذ بالله. هذا نزلهم يوم الايه؟ الدين. طيب اكمل يا عبد الرحمن. نحن قلقناكم فلولا تصدقون. عندك الميم الساكنه بعدها فاء اظهار ايه؟ شفوي. صح كده. خلقناكم، بعض الناس يقول خلقناكم الله، لان اللام وقعت بين حرفين مفخمين الخاء والقاف، فلازم تخلي اللام مرققه. عارف زي ايه؟ زي اتنين جسمهم تخين كده وواحد رفيع اتحشر بينهم، هيعملوا في ايه؟ هيفعصوه. فكده خلقناكم كده، خاء لام مرققة والقاف مفخمة، فلازم نخلي نوسع للايه؟ نوسع للتخان عشان ما ايه؟ ماشي؟ قولوا معايا كده، نحن خلقناكم فلولا تصدقون. نحن خلقناكم فلولا تصدقون. أنا سعيد بكم يا أولادي والله، ممتازين، ربنا يحفظكم ومبارك فيكم، يجعلكم من أهل القرآن يا رب العالمين. اللهم آمين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.